اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني ومع حلقه جديده في بيتنا مدرسه. النهارده هناخد مراجعه على ماده التخطيط والانتاج للصف الثالث قسم ملابس جاهزه. هناخد اسئله متنوعه، اسئله مقاليه واسئله نقاط واسئله اختياري، اسئله صح وغلط. هناخد فكره عامه كده عن الاسئله بحيث ان احنا نقدر هنلم بيها المنهج وتقدروا تحلوا الأسئلة في الامتحان إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى إن الأسئلة تكون على مستوى الطالب المتفوق اللي بيذاكر يعني، وهي أهم حاجة المذاكرة والاهتمام بالمادة، لأن مادة التخطيط تعتبر مادة تخصص أساسية. تعالوا نشوف مع بعض، نبدأ مع بعض كده. أول سؤال هناخده، ما المقصود بتخطيط العمليات الإنتاجية؟ يعني ايه؟ يعني ايه هو المقصود بتخطيط العمليات الانتاجية؟ يقصد بتخطيط الانتاج وضع خطة متكاملة للانتاج تحدد المطلوب عمله في المستقبل لتحقيق الاهداف المطلوبة. يعني انا دلوقتي لازم اكون عامل خطة حاططها للانتاج، خطة متكاملة تكون شاملة الوضع اللي هيتم في الوضع الحالي والمستقبل. دي اللي هو يقصد بتخطيط الانتاج. يبقى يقصد بتخطيط الانتاج ايه؟ وضع خطه متكامله للانتاج، يعني بحط خطه كامله لايه؟ للانتاج بتاعي داخل المصنع، تحدد المطلوب عمله في المستقبل لتحقيق الاهداف المطلوبه. هنشرح بقى جزء جزء كده. وضع خطة تقوم على أساس استغلال جميع الإمكانيات المادية والبشرية. يعني أنا عندي في المصنع في إمكانيات، الإمكانيات اللي هي العمال اللي شغالين، الآلات اللي موجودة، الخامات اللي موجودة، إزاي أحط خطة لاستغلال كل الخامات والمعدات والمواد البشرية اللي موجودة عندي. لازم اكون الخطه شامله كل ده. شامله ايه؟ شامله تكون ماديه ومعنويه، يعني شامله الخامات، المعدات، المواد البشريه اللي هي العمال اللي موجوده عندي، الاداريين اللي موجودين عندي داخل المؤسسه. نرجع مع بعض. وضع خطه تقوم على اساس استغلال جميع الامكانيات الماديه والبشريه المتوفره لدى المشروع الصناعي لتحقيق أهداف معينة بأعلى درجة ممكنة من الكفاءة والفاعلية. يبقى أنا بعمل الخطة دي ليه؟ عشان أوصل لأن أنا أحقق الهدف بتاعي اللي هو أن أنا أوصل للكفاءة والفاعلية الممكنة، يعني أنا أوصل لفاعلية الإنتاج داخل المصنع والكفاءة للعمال وأن الإنتاج بتاعي يطلع على أعلى مستوى. يبقى أنا الهدف من الخطة دي إيه؟ أن أنا أوصل للكفاءة والفاعلية في الإنتاج بتاعي. نكمل مع بعض. يعتبر تخطيط الإنتاج عن الإعداد لعناصر الإنتاج من مواد خام ومستلزمات وعمالة وماكينات. يعني هو إيه؟ يعني يعبر تخطيط الإنتاج على إيه؟ يعبر عن العناصر الأساسية. إيه هي العناصر الأساسية اللي عندي؟ اللي هي مواد الخام، المستلزمات اللي انا بستعملها مع المواد الخام. يعني انا لو عندي قماش بيبقى خامات اساسيه اللي هي القماش، والخامات المساعده زي السوست والزراير والسعرات، الحاجات اللي انا بستعملها، والعماله اللي هم العمال اللي هيقوموا بتصنيع المنتج، والماكينات اللي هشتغل عليها عشان اصنع المنتج. التخطيط بعتبره ايه؟ بيقول التخطيط ده عمليه ذهنيه بطبيعتها يقوم بها أفراد ذوي خبرة وكفاءة في عمليات الإنتاج المختلفة ومهارات إدارية مكتسبة. يعني أنا التخطيط ده عشان يتعمل التخطيط ده فبقول إن هي عملية ذهنية. اللي بيقوم بيها مين؟ ناس متخصصة. يعني في ناس متخصصة عندهم خبرة وكفاءة في إن هم يعملوا لي الخطة دي، الخطة الاستراتيجية دي. بيبقى في ناس عندهم الكفاءة والخبرة ان هم بيقوموا بعمل الخطة دي. واقول ان هم بيتميزوا بالايه؟ بالمهارات وادارة، وعندهم ادارة مكتسبة، يعني بيعرفوا فن الادارة. يركز التخطيط على دعامات اساسية تمثل عناصر رئيسية له، تتمثل في تحديد الاهداف
ورسم السياسات وتقرير الاستراتيجيات. يعني انا هنا التخطيط ده بيركز على ايه؟ بيركز على دعامات اساسية تمثل عناصر رئيسية له في تحديد الاهداف ورسم السياسات وتقرير الايه؟ الاستراتيجيات وتحديد اجراءات العمل واعداد البرامج الزمنيه وعمل التنبؤات اللازمه واعداد الموازنات التخطيطيه. دي اللي انا بحطه داخل الخطه الاستراتيجيه. يعني الخطه الاستراتيجيه لازم تكون شامله كل النقط اللي احنا بنقول عليها دي. تمام، نكمل مع بعض بقى. ناخد بقى سؤال تاني بعد كده، كيفيه اعداد خطه العمل داخل المصنع. انا ازاي اعد خطه العمل داخل المصنع؟ يعني ايه؟ يعني العمل هيمشي ازاي؟ الوقت بتاعه ايه؟ المنتج هيمشي ازاي؟ خطوط الانتاج بتاعتي هتمشي ازاي؟ المفروض ان كل منتج هيخلص في فترة قد ايه؟ الخامات اللي انا عايزاها، العامل المفروض هيقعد يشتغل قد ايه؟ فلازم انا بحط خطة للعمل داخل ايه؟ داخل المصنع. تعالوا نشوف مع بعض كده كيفية اعداد خطة العمل داخل المصنع. واحد، اول حاجة تحديد نوع الانتاج وحجمه. يعني انا بحدد نوع الانتاج وحجمه، يعني ان انا هنفذ ايه وحجم والكمية اللي انا هطلعها ايه. تحديد الاصناف والكميات المطلوب انتاجها، لازم اكون محدد الاصناف وكميات المطلوب انتاجها. توفير الخامات والمواد الاولية، يعني انا لازم اوفر الخامات والمواد الاولية اللي انا هتخص المنتج اللي هيطلع ده. وضع برنامج العمل وبيان خطواته ومتابعة تنفيذه، لازم احط برنامج العمل واحط خطوات وبعمل متابعة لتنفيذه، هل اتنفذ كل خطوة اتنفذت ولا لا. اصدار التوجيهات والاوامر الى اقسام المصنع المختلفة، انا بطلع اوامر تشغيل، فلازم يكون اوامر التشغيل دي شاملة ايه؟ شاملة الخطة بتاعة تشغيل المنتج وكل مكان هتطلع ايه والخطوات ماشية ازاي والمنتج هيتنقل ازاي والتصنيع هيتنقل ازاي، لازم يكون محطوط في ايه؟ في خطة العمل. نكمل مع بعض. توفير العدد والالات، لازم يكون في توفير للعدد والالات المطلوبة لتنفيذ المنتج. توفير القوى العاملة اللازمة في الوقت المناسب، لازم اوفر قوى عاملة لتغطي لي الانتاج اللي انا عايزه، ما تكونش القوى العاملة اللي عندي قليلة على ايه الكمية اللي هتطلع، لازم القوى العاملة اللي موجودة عندي يعني العمال اللي هيشتغلوا على الماكينات يكونوا قد ايه؟ على قد المنتج وهيغطوا لي المنتج. ما ينفعش يكون عندي ماكينات وما عنديش عمال زيادة علشان اقدر اعمل ايه؟ اكمل الخط الانتاج بتاعي واطلع المنتج المطلوب. نكمل مع بعض. الرقابة والمتابعة على عمليات الانتاج، بداية من تدفق المواد الخام وحتى تسليم الانتاج للعميل. يبقى انا بعمل رقابة وبعمل متابعة في كل عملية من بدايته لغاية نهايته حتى لغاية ما اتأكد ان انا لما اجي اسلم للعميل يبقى اسلم المنتج ايه كامل بايه بمواصفاته ايه الصحيحة، ما يكونش في حاجة فيه ايه ناقصة او حاجة ايه مختلفة عن اللي احنا طالبينه في المنتج. اكتشاف العقبات التي تعترض تنفيذ الخطة او تتسبب في انحرافها وحلها. انا لما بحط خطة العمل دي، من خلال خطة العمل دي انا بعرف اذا كان في عقبات هتقابلني اثناء الانتاج وايه هي نوع العقبات وانا ممكن احلها ازاي وتفاديها اللي احنا بنقول عليها الانحرافات اثناء الانتاج. بحط بقى ايه معالجات في ساعتها، يعني في حاجات ممكن اعالجها في وقتها وفي حاجات بتحتاج ان انا هوقف الانتاج وايه واعمل ايه معالجه. فدي انا بحط من خلال الخطه دي بقدر احدد ان انا لو حصل اي مشكله اثناء التنفيذ هيحصل ايه، هعالجها ازاي. نكمل مع بعض. العمل على تلافي الأخطاء والعقبات في الخطوط المستقبلية، يعني أنا يعني بتلافي العقبات دي أو بتلافي الأخطاء اللي بتحصل دي إيه في الخطة المستقبلية. يعني إحنا لما تقابلنا مشكلة وأنا حلتها بقول إن في إيه بعد كده هنعمل كذا عشان ما يحصلش المشكلة دي إيه تاني أو تتكرر مرة تانية.
ناخد بقى سؤال تاني بعد كده، ما هي مشاكل التخطيط ومتابعة الإنتاج في مصانع الملابس الجاهزة؟ يعني إيه هي المشاكل اللي بتقابل مصنع الملابس الجاهزة، أو مشاكل التخطيط في مصنع الملابس الجاهزة؟ إيه هي المشاكل اللي ممكن تقابلنا؟ تعالوا نشوفها مع بعض كده. طبعا أي مصنع بيبقى فيه بعض المشاكل اللي بتقابله، وعايزين نشوف المشكلة إيه وحلها إزاي. أول حاجة عدم الالتزام بمواعيد التسليم وتأخير الطلبيات نتيجة عدم وجود خطة للإنتاج، مما يؤدي تحمل المصنع لأعباء زائدة. يعني دلوقتي أنا كمصنع جالي عميل وطلب مني إن أنا أصنع فستان، وعايز 500 قطعة من الفستان ده. أنا المفروض إن أنا كمصنع بحط خطة استراتيجية، بحط خطة للعمل لتنفيذ 500 فستان. دلوقتي انا ما عملتش الخطة دي صح، ما عملتش التخطيط صح للعملية المطلوبة مني، فبالتالي ان هو حصل ايه؟ حصل ان انا سلمت اتأخرت في ايه؟ في ميعاد تسليم الطلبية، فده بيزود عليا فلوس وغرامات على المصنع. فلازم اكون انا كمصنع ملتزم بايه؟ بخطة، ويكون عندي حد متخصص يحط لي الخطة دي وامشي عليها على طول. لكن انا لما اجي اكون كمصنع وبخسر او باخر مواعيد الطلبيات، يبقى انا كده بقى ايه؟ باثر على سمعتي اكتر من ايه؟ من ان انا كمان يبقى عندي ارباح، باثر على ايه؟ سمعتي. فلازم احافظ على ايه؟ على مواعيد تسليم الطلبيات، ولازم اكون حاطط خطة وملتزم بيها عشان اقدر احافظ على ايه؟ على المواعيد والخطط، ويكون عندي طلبيات اكتر. وبرضو في بعض المصانع بتاخد اكتر من طلبية في وقت واحد، طب ما انا اخد على قد الامكانيات اللي عندي. انا عندي مثلا 5 ماكينات، يبقى انا ال5 ماكينات اخد على قدهم الطلبية، ما اخدش اكتر من طلبية وانا ما عنديش امكانية ان انا ايه؟ ان انا انفذ الطلبيتين مع بعض. فبالتالي ان انا لازم كمصنع اكون عارف امكانياتي ايه وحدودي ايه قبل ما ايه؟ قبل ما التزم باي ايه؟ باي حاجه مع ايه؟ مع العميل. نكمل مع بعض. نتيجه دفع غرامات التاخير او استخدام طرق شحن اخرى مكلفه. طبعا ده بيأثر على ايه؟ على انتاج المصنع. تاني حاجه المشكله الناتجه عن الاخطاء البشريه للقائمين على التخطيط، مثل النسيان. فمثلا قد يؤدي نسيان المخطط لشيء بسيط جدا من مستلزمات الانتاج. يعني انا وانا بحط الخطه كده نسيت مثلا ايه؟ ان المنتج ده مثلا فيه سوست، فنسيت اجيب السوست، فبالتالي المنتج هيقف عشان خاطر انزل اشتري له سوست. إيه البقر؟ ما جبتش كميه البقر المطلوبه لتنفيذ القطعه دي، فبالتالي ان البقر عندي هنا بقى ايه؟ حصل فيه ايه؟ فيه عجز، فهيضطر المنتج يقف. يبقى انا لازم اكون حاطط الخطه بتاعتي فيها شاملة كل حاجة، زي ما احنا قلنا شاملة الخامات وشاملة المواد البشرية، المواد المادية والمواد ايه؟ والمواد البشرية. لازم تكون الخطة المحطوطة كده وانا مغطي كل تكاليفي انا عايز ايه، بحيث اللي ينزل يشتري الخامات هينزل يشتريها مرة واحدة، ما يجيش بعد ما اخلص المنتج افوجئ ان انا ايه؟ مش عارف مين اللي هيغلف، مين اللي هيعبي، مين اللي هيكتب، مين اللي هينزل يودي الطلبات. يبقى المنتج هيتعطل يومين تلاتة عشان في حاجات انا محطتهاش في الخطة او اتنست. نكمل مع بعض. طبعا الى تعطيل العملية الانتاجية، ده بيؤدي الى تعطيل العملية الانتاجية وحدوث تأخير في مواعيد التسليم، وبالتالي الى خسارة للمصنع. يبقى اي حاجة انا بتحصل ان انا بنساها في الخطة بتأثر على ايه؟ على المصنع، وبتؤدي الى خسارة المصنع. تالت حاجة زيادة اسعار المنتجات عن مثيلتها في زيادة تكلفتها او تهدير في الخامات، وعدم الاستغلال الامثل للموارد والطاقات المتوفرة. والسبب الرئيسي لذلك هو التخطيط الغير جيد للانتاج. يعني انا يا اما بعمل تهدير في الايه؟ في الخامات بتاعتي، يا اما بزود السعر. ممكن اكون بس بشتري خامات اقل من الخامات الموجوده وازود، فالمنتج عندي
مش مطابق للمواصفات. كل ده، كل الحاجات دي بتؤدي الى ايه؟ الى خسارة المصنع، وبتؤدي الى مشاكل للمصنع بعد كده. لو عندي عمال مش مهرة ومش عارف يقفل المنتج، هيعمل عيوب في المنتج، يبقى انا ما بستغلش الخامات اللي موجودة، ما بستغلش المعدات الموجودة داخل المصنع، ما بستغلش الطاقات الموجودة داخل المصنع استغلال سليم وصح، فبالتالي بأثر على ايه؟ المصنع، بعمل مشاكل في الخطوط، في الخط الانتاجي بتاعي. نكمل مع بعض. البطء في التعامل مع الطلبيات مما يؤدي الى فقد الايه؟ الفقد العميل، يعني بفقد العملاء. ماشي، بفقد ايه؟ العملاء بتوعي. ناخد بقى سؤال بعد كده، بيقول لي ايه؟ ما هو مفهوم إدارة الموارد البشرية وما هي وظيفتها؟ ايه هو مفهوم إدارة الموارد البشرية وما هي وظيفتها؟ احنا عارفين ان احنا الموارد البشرية دي هي اساس المنظومة بتاعتي، بتاعت المصنع او الشركة او المؤسسة. ما فيش مؤسسة ولا شركة ولا مصنع يقدر يشتغل من غير الموارد البشرية. واحنا بنقول الانسان ده هو العنصر الاساسي للعمل داخل المؤسسة. لان انا لو عندي مؤسسة فيها ماكينات ومعدات والات وما فيهاش موارد بشرية، مش هتشتغل. فلازم اعرف الموارد البشرية دي ايه، يعني ايه موارد بشرية، واستغلها ازاي، اتعامل معاهم ازاي، ايه هو المطلوب منه، ايه والمطلوب انا مني كمؤسسة ايه، عشان احقق الموارد البشرية اللي عندي تحقق لي الهدف المطلوب منها، اللي هو ايه؟ اللي هو العمل والانتاج والكفاءة العالية والمنتج الجيد. نكمل مع بعض. يبقى هنا بيقول لي ما المفهوم، ما هو مفهوم إدارة الموارد البشرية وما هي وظيفتها. مفهوم إدارة الموارد البشرية عن عمليات تخطيط وتوجيه وتنظيم ومتابعة الأفراد العاملين في أي منظمة. يعني أنا بعمل متابعة وبعمل تنظيم للأفراد العاملين في إيه؟ في أي منظمة، باختلاف تخصصاتهم وأهدافهم وأهدافها، باعتبارهم من أهم الموارد التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة. يبقى أنا الموارد دي البشرية دي طبعا في تنوع في الوظائف، بتختلف حسب كل تخصص، ولازم ايه ان انا اكون ايه بعتبرها من ايه من اهم الموارد التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة. يعني انا دلوقتي لما بدور على فني بدور عليه بصعوبة جدا، يعني انا ببقى طالب فني في ملابس الجاهزة، فني في مراقبة الجودة، فني في رسم الباترون، فني في القص، فني في فحص القماش، فني في ان هو يقعد على مكنه خياطه، مكنه اوفر، مكنه عراوي، مكنه الزراير. انا بدور على فني متخصص، فبوصل للفني ده بصعوبه جدا. فلازم اكون عارف اقدر احافظ عليه داخل المؤسسه ازاي، يعني ما يشتغلش عندي شهر ولا شهرين ولاقيه مشي، لان ما لقاش الميزات اللي هو طالبها، اللي هو احتياجاته، العمل عندي او المصنع عندي مش مديله حقه. يبقى لازم ان انا عشان بوصل ليه بصعوبة لازم اكون عارف ايه هو اقدر احافظ على الفني ده ازاي. نكمل مع بعض. على اعتبار ان الموارد البشرية هي رأس مال استثماري، يجب تنميته وتطويره لانه ذو بعد استراتيجي لنجاح المنظمة او العمل. يبقى انا بقول هنا ان الموارد البشريه هي اساس نجاح المنظومه ونجاح العمل بتاعي، فلازم احافظ عليه واشوف هو ايه هي احتياجاته لاستمراره داخل العمل وداخل المنظمه عندي. وظيفه اداره الموارد البشريه، تمارس وظيفه اداره الموارد البشريه دورين، هما ليها دورين، يعني وظيفه الموارد البشريه ليها دورين. ايه هو الدورين؟ اول حاجه الدور الاستراتيجي والدور التنفيذي. يبقى انا الموارد البشريه عندي الموجوده اللي احنا بنقول عليها اللي هي شؤون العاملين ليها دورين جوه المؤسسه، الدور الاستراتيجي والدور التنفيذي. تعالوا نشوفهم مع بعض كده. اول حاجه هنتكلم عن الدور الاستراتيجي. الدور الاستراتيجي اللي هو ايه؟ بيقول لي يعني الساعه لربط اداره الموارد البشريه بالاهداف الاستراتيجيه
لمنظمة الأعمال بهدف تحسين مستويات الأداء. يبقى أنا هنا الدور الاستراتيجي بتاعي تحسين مستوى الأداء للعمال أو الموظفين اللي عندي، وتنمية ثقافة تنظيمية خاصة بالمنظمة تحفز على المرونة وخلق مناخ الابتكار. يعني أنا بساعد الموظفين اللي عندي دول يبقى عندهم ابتكار وعندهم إبداع، وان انا يبقى في تحفيز مستمر ليه. نكمل. ويتعلق الدور الاستراتيجي بالمسؤوليه عن المشاركه في بناء وتطوير الطاقه المؤسسيه لمنظمه الاعمال. يعني انا لازم العمال اللي عندي دول يكونوا مرتبطين بالمشاركه في داخل المؤسسه، يعني ما يكونش دورهم ان هم بينفذ لي بس، لا انا عايز مشاركه معايا داخل المؤسسه. نيجي بقى نتكلم عن الدور التنفيذي. بقول الدور التنفيذي ده يطلق عليه الدور التقليدي، اللي هو ايه التقليدي؟ اللي هو حاجه روتينيه، اللي هو التخطيط والاستقطاب والتسكين، التدريب والتنميه، التعويضات اللي هي الرواتب والمائي والمزايا. طبعا التخطيط ان انا بعمل تخطيط للايه، للعمليه الانتاجيه، وان انا بسكن كل واحد في مكانه. التدريب والتنميه ان انا بعمل له تدريب وتنميه باستمرار وقت ايه، في الاوقات اللي هو ايه بيحتاج فيها تدريب. طبعا التعويضات اللي هي الرواتب والحوافز اللي انا بقى بحطها للعمال. نيجي بقى ناخد سؤال تاني بعد كده، ما هي مراحل تخطيط ومتابعه الانتاج؟ ايه هي مراحل تخطيط ومتابعه الانتاج؟ نشوف المراحل مع بعض. اول حاجه التكلفه والخطه الزمنيه. يبقى انا بعمل تكلفه وخطه زمنيه، تخطيط العمليات، تنفيذ العمليات الانتاجيه، متابعه العمليات الانتاجيه داخل مصانع الملابس الجاهزه. ماشي، دي اللي هي بنقول عليها مراحل تخطيط الانتاج. ممكن يجي لي السؤال ده، يا اما يجي لي يقول لي اذكرهم او يقول لي رتبهم. يعني ممكن يجي لي في صوره ترتيب وممكن يقول لي ايه اذكرهم. ناخد سؤال تاني بعد كده، عرف كل من. هنعرف كل خطوة من التكلفة والخطة الزمنية، تخطيط العمليات الانتاجية، تنفيذ العمليات الانتاجية، متابعة العمليات الانتاجية داخل مصانع ملابس الجزم. هنعرف كل واحدة من دول ايه هي. اول حاجة هناخد التكلفة والخطة الزمنية. يعني انا بحدد ازاي التكلفة والخطة الزمنية بتاعة المنتج. اول حاجة تحديد امكانية انتاج الطلبية داخل المصنع وتسليمها في الميعاد المحدود. يبقى انا بحط خطة بقول الطلبية بتاعتي دي هيتم تسليمها امتى ومعاد تسليمها امتى. تحديد تكلفة الانتاج، اخذ الموافقات على العينات، تخطيط الاحتياجات من المواد، وضع الخطة الزمنية للإنتاج. يبقى أنا دي اللي هي إزاي أحدد الخطة الزمنية بتاعتي. تعال نشوف بعد كده تخطيط العمليات. يعني تخطيط العمليات اللي هي بتخص الآلات والمعدات داخل المصنع. أول حاجة تحديد الآلة أو الآلات التي تستخدم في تنفيذ المنتج المطلوب، زي الماكينات، المقصات، المكاوي، الحاجات اللي انا هستخدمها داخل المنتج لتنفيذ المنتج. تاني حاجة موازنة خط الانتاج والعمل على منع تراكم الاجزاء تحت التشغيل بين المراحل المختلفة في الخط للحصول على اعلى انتاجية ممكنة من الخط. يعني دلوقتي ما مركنش الخطوط الانتاج جنبي يبقى واقفة على مكنة معينة او آلة معينة. لازم تكون الخطه اللي انا حاططها ان المنتج ماشي بين الماكينات والالات مع بعض، ما لاقيش ان المنتج متراكم جنب شخص او جنب مكنه على ان هو متعطل على خط انتاجي معين. يبقى لازم ده انا اراعيه في الخطه بتاعتي. نكمل مع بعض. تحديد اولويه تشغيل الاوامر في المصنع. لازم يكون عندي أولوية في تشغيل الأوامر في المصنع، اتخاذ القرار السليم بشأن إجراء التعديلات اللازمة على أولوية تشغيل الأوامر، أو تحديد الآلات التي سيتم استخدامها إذا طرأت
تغييرات تستلزم ذلك. ثالث حاجة، تنفيذ العمليات الإنتاجية، توفير متطلبات العمل في الوقت التي تظهر فيه الحاجة إليها، تقليل المخزون والاعتماد على الإنتاج المستمر والجاهز لتخفيض التكاليف، إلغاء جميع الأنشطة التي لا تضيف أي قيمة إلى المنتج أو الخدمة. يعني أنا بلغي أي أنشطة ملهاش لازمة، لازم أكون حاطط الإيه الخطط أو الأنشطة اللي هي خاصة بالمنتج، اللي مش خاصة بالمنتج بشيلها على طول. ضمان أعلى درجة من الجودة من خلال أداء العمل بصورة صحيحة من أول مرة لتجنب العيوب. يبقى أنا لازم أكون عامل حسابي إن أنا إيه ما يبقاش عندي عيوب، أنا عايزة المنتج يطلع زي ما هو بإيه بشكله المحدد بالخطوات المحددة له. 5، استخدام خرائط العمليات. نركز أوي في استخدام خرائط العمليات. هنا بقولك تنقسم إلى 5 أنواع رئيسية. يعني أنا عندي خرائط العمليات بتنقسم إلى إيه؟ إلى 5 أنواع رئيسية. كل عملية من دول ليها رمز، فبقول إن هي عملية رمز، رمزه دائرة، دي أول حاجة. الفحص رمزه مربع. النقل رمزه السهم. تخزين رمزه المثلث المقلوب. تأخير رمزه حرف الدي. أنا بعلم إيه، باخد العلامات دي إن أنا العامل لما يشوف العلامات دي يفهم بيها. يعني أنا مش هكتب على كل عملية هي تنفيذها إيه، لأ أنا بستخدم الرموز دي عشان أحطها على المنتج، يبقى أنا كل إيه يبقى ده إيه، أنا الرموز دي هي دي لغة الحوار أو لغة التعامل بيننا، مش إن أنا أقول لأ ده مش مسميات العملية. تمام. نيجي ناخد بقى سؤال بعد كده، كيف يمكنك متابعة العملية الانتاجية داخل مصنع الملابس الجاهزة؟ يعني ازاي اتابع العملية الانتاجية داخل المصنع؟ اتابعها ازاي؟ خطوات متابعة العملية الانتاجية داخل المصنع، تعالوا نشوفها مع بعض كده. اول حاجة، متابعة العملية الانتاجية داخل مصنع. 1، فهم العمليات التي تتم في المنظمة بالتفصيل. لازم اكون فاهم العمليات اللي بتتم داخل المنظمة بتفاصيلها، يعني اكون فاهم كل حاجة. يعني دلوقتي المنتج عندي هيبدأ اول حاجة الموديل، يبقى لازم اكون فاهم الموديل ده مراحل تنفيذه ايه عشان انفذ الموديل ده. هبدأ الاول حاجة ان انا ارسم البطرون، يبقى الخطوات تنفيذ البطرون ازاي. هعمل العينة، خطوات بتاعت العينة ازاي. هبدأ اختار القماش واللون والتوافق مع ايه، بقى انا ايه هي خطوات اختيار الاقمشة واللون ومواصفاتها ايه. اوامر التشغيل، المنتج ده محتاج ايه في اوامر التشغيل. هبدأ بايه، هبدأ بالاول حاجة بفرش الفرش، هفرش الطبقات دي بتاعت القماشة هتتفرش ازاي، هستخدم انهي نوع من انواع المقصات في قص الطبقات، هحط التعشيق ازاي، العلامات بتاعت الترقيم، توزيع القطعة بعد ما بتتقص توزيعها، طرق توزيعها وترقيم القطعة، المكن بقى اللي هيشتغل ايه. يبقى لازم اكون فاهم كل العمليات اللي بتتم داخل ايه، داخل المصنع. نكمل مع بعض. تحليل العمليات التي تتم اثناء العمل. لازم اعمل تحليل، زي ما احنا قلنا كده بحلل العمليات التي تتم اثناء العمل. يعني بقول قسم العينات بحلل، هتبدأ واحد العينة هتبدأ بواحد اتنين تلاتة، دي الخطوات بتاعتها. مقارنة اداء العمليات في المنظمة مع تلك التي في المنظمات الاخرى. لازم اكون عندي خلفية المصانع التانية بتشتغل ازاي، او ان انا قريت عن الخطوات وابدأ اعمل ايه، انا الافضل انا الاحسن، اعمل انا خطوات افضل واعمل انا شغل احسن واحسن من ايه، من ادائي داخل المصنع. معرفة اين بالضبط تقع الفروقات والاختلافات. لازم اكون عارف ايه الفروق دي بتحصل ازاي، الاختلافات دي بتحصل ازاي، الانحرافات دي بتحصل ازاي. تشخيص الفجوات في الاداء. لازم اكون بكتب كل ما بعمل مراقبة على كل قسم، بكتب الفجوات دي بتاع يعني المشاكل، كل مشكلة قابلتني ايه والفجوات دي ايه سببها،
الفجوات اللي حصلت دي ايه سببها، لازم اكون بأيد كل ده ليه عشان اوصل لايه، لانتاج افضل، اوصل بسمعة المصنع بتاعي لايه، لاحسن صورة، اخلي العملاء عندي يزيدوا بدل ما ايه ما يكونوا اقل. نرجع مع بعض. تنفيذ الخطوات الضرورية لتحسين الأداء وتقليص الفجوة بين الأدائيين. يبقى لازم يكون في تنفيذ للخطوات الضرورية لتحسين الأداء وتقليص الفجوة، ان ما يبقاش في فجوة بين ايه، بين الأدائين، يعني ما يكونش عندي أداء عالي وأداء ايه منخفض، لا لازم يكون الأدائين منسجمين يعني قريبين من بعض، ما خليش في فجوة كبيرة قوي، ما لاقيش عامل بيخلص في ساعة وعامل تاني بيخلص في 3 ساعات، ده بيعمل لي فجوة في الانتاج. مراقبة الأداء وإجراء التحسينات المستمرة للعمليات والمنتجات وقياس الفوائد. لازم أعمل إيه، مراقبة دايما لأداء العمال عشان أوصل لأحسن إيه، أحسن أداء. نيجي بقى هنا، طبعا أنا بيعتمد على إيه، التكاليف والخطة، تخطيط العمليات، تنفيذ العمليات، المتابعة. دي الخطوات اللي انا بقى بمشي عليها داخل المصنع عشان اوصل لايه، الافضل اداء واحسن ايه اداء. نيجي للسؤال اللي بعد كده. تكلم عن خطوات الانتاج سريعة الاستجابة المرنة. خطوات الانتاج سريعة الاستجابة اللي هي ايه، اللي هي المرنة او المرونة. نشوف الخطوات بقى دي عشان اي تبقى عندي إيه في سرعة في الاستجابة ويكون عندي انتاج ايه عالي. ممكن يجي لي السؤال بصيغة تانية، بيقول لي ما المقصود بنظم التصنيع المرن؟ يبقى أنا السؤال الأولاني كان جاي لي بيقول لي تكلم عن خطوات الإنتاج سريعة الاستجابة المرنة، أو ممكن يقول لي ما المقصود بنظم التصنيع المرن. كل الأسئلة دي أسئلة مقالية، لسه ما دخلناش في الأسئلة المتنوعة. يتحدد مدى نجاح المنشأة في تطبيق استراتيجية الاستجابة لرغبات العملاء على توافر نظام تصنيع مرن يكفل للإدارة إجراء التغيرات المطلوبة. يبقى أنا أول حاجة لازم إيه، بيتحدد مدى نجاح المنشأة، لازم أحدد المنشأة دي مدى نجاحها إيه في تطبيق استراتيجية الاستجابة، يعني هل هي هيبقى في استجابة للتغيير ولا مفيش استجابة للتغيير، في مرونة ولا مفيش مرونة، في لرغبات العملاء طبعا على توفر نظام تصنيع مرن يكفل الإدارة إجراء التغيرات إيه المطلوبة. لازم يكون في، هل العملاء هيتقبلوا الاستراتيجية دي ولا مش هيتقبلوها، كل ده عشان أنا أغير في الأداء وأغير في الإجراءات بتاعتي. في مواصفات المنتج لتتلائم مع متطلبات العملاء دائمة التغيير والناشئة عن التغير في أوضاع السوق وظروف المنافسة العالمية، تطبيق نظم الإنتاج المرن. يعني أنا ده بعمل كل ده عشان أحسن من الأداء، أنزل المنتج بتاعي بشكل كويس، أخلي العملاء بتوعي يكونوا راضيين عن المنتج. فلازم يكون في رضا وقبول من ناحية صاحب المنشأة والعملاء في إن هو يحط خطة استراتيجية ويبقى في مرونة في التغيير، بحيث ان الطرفين يبقوا ايه في رضا، وان المنتج ينزل عندي في ايه، في افضل صورة في ايه، في السوق. وفي نفس الوقت ان يكون المنتج بيواكب سوق العمل، لازم المنتج عندي يواكب سوق العمل، ما يكونش ما يحصلش عندي ركود للمنتجات بتاعتي، ما يبقاش المنتج بتاعي ما بيتغيرش فبايه بيحصل له ركود، ما فيش اقبال عليه، لان عايز المنتج بتاعي ايه يبقى فيه اقبال عليه. فكل ما نزل فيه تحسينات للمنتج وجوده ليه عاليه، يبقى كده في اقبال على المنتج بتاعي في السوق، ممكن يبقى السوق ايه المحلي والسوق العالمي. نرجع نكمل مع بعض. يقوم العاملين كفريق عمل بالمشاركة في إنتاج كم معين في إيه؟ في الوردية. يعني أنا بعمل وردية، بيبقى إيه لازم يكون الفريق كله شغال بيطلع لي الإنتاج ده، وتعتمد جودة الإنتاج على مدى أداء الخطوات الأولى لمرحلة ما قبل التشغيل. يعني إيه الخطوات الأولى اللي هي إيه؟ مرحلة إعداد المنتج، اللي هي رسم الباترون والقص، دي بقول مرحلة إعداد المنتج قبل إيه التشغيل.
تصميم الفستان، كل ده اللي احنا بنعمله. بداية من اعداد وفحص القماش، اهي عمليات الرص وعملية القص وتجميع اجزاء المنتج وتصميم بطاقة التشغيل، ان انا بحط بطاقة التشغيل واقول المنتج ده هي ايه، هيمشي خطواته ازاي، وتخطيط خط الانتاج بما يسمح باداء العمل وسهولة ايه الحركة. ناخد بقى السؤال اللي بعد كده، بيقول لي ما هي مزايا نظم الانتاج سريعة الانتاج؟ ايه هي بقى؟ اكيد النظام ده لما احطه هيبقى فيه مزايا وفيه عيوب، اي نظام بحطه فيه مزايا وفيه عيوب، لازم اكون عارف ايه هي المزايا وايه هي العيوب بتاعت النظام اللي انا هحطه ده. نشوف بقى مع بعض كده المزايا ايه والعيوب ايه. اول حاجة هنشوف المزايا، تحقيق كفاءة وفعالية، فعالية الاداء، يعني هو بيحقق لي كفاءة وفعالية في الاداء، التحسين المستمر في جودة المنتج، جميل جدا، المرونة في اضافة خطوط انتاجية جديدة، انا بحط ايه كده بعمل اضافة في الخطوط الانتاجية وبيبقى فيه مرونة في ايه في الاضافة، تقليل الفاقد والتالف والاستغلال الامثل للاجهزة والمعدات، تحقيق وافر في المساحات المطلوبة لإتمام العمليات، تخفيض تكلفة المخزون. ما كده أنا دي المزايا، والمزايا بتاعته كده إن هو كده علالي الجودة بتاعة المصنع، زود لي في الإنتاج. طيب هل هو هيبقى ليه عيوب؟ أكيد طبعا، تخفيض تكلفة مناولة المواد، تقليل من زمن الأعطال وإعادة التصنيع، خفض زمن الأداء إيه الكلي. يبقى كده انا وصلت لغايه ايه، خفض زمن الاداء الكلي. طيب، الوفر في العمليه العماله المباشره وغير المباشره، وفرت في العماله المباشره والغير مباشره. العماله المباشره اللي هم العمال اللي بيشتغلوا في المنتج، العماله الغير مباشره اللي هم الاداريين اللي بيعمل لي المرتبات، اللي هو هيعمل النقل، اللي هيشتري الخامات، دول بقول عليهم اللي هو العماله الايه الغير مباشره. ماشي، نيجي بعد كده تحقيق اعلى درجة من الكفاءة في الرقابة على العمليات الانتاجية نظرا لسرعة دورة التغذية العكسية التي توفر لادارة المنشأة صورة كاملة وفرية عن وضع الانتاج والتشغيل. يبقى انا حققت هنا ايه، درجة الكفاءة في الرقابة على العمليات، يبقى انا وصلت لدرجة اعلى درجة في الرقابة على العمليات، ووصلت لأعلى درجة في الايه في الانتاج والتشغيل، مما ينعكس اثره في رفع قدرة المنشأة على زيادة الانتاج بتكلفة معقول. يبقى انا كده وصلت لايه، ان الانتاج زاد عندي داخل ايه، داخل المصنع. طيب، نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده، بيقول لي ما هي عوامل نجاح الانتاج المرنة سريعة الاستجابة؟ ايه هي العوامل اللي تنجح لي الايه الانتاج ده؟ ايه هي العوامل اللي نجحت لي الانتاج ده؟ تعالوا نشوف العوامل مع بعض. واحد، علاقات تجمعية، العلاقات المجمعة، انا عملت علاقات مجمعة، توجد عندما تنجز الوحدات التنظيمية مهامها بشكل مستقل ومترابط في نفس الوقت. يبقى انا ان انا ما عملت علاقات تجمعية، يعني انا شاركت الناس كلها في صناعة المنتج، انا وصلت بين ايه، ان انا قللت الوقت وفي نفس الوقت ايه انجزت الوحدات المطلوبة ايه تنفيذها. علاقات متتالية، وتوجد عند حدوث تتابع تسلسل الوحدات الوسيطة المحمولة بين الوحدات التنظيمية حتى يتم تسليم المنتج النهائي للعميل. اللي هي ايه هي العلاقات المتتالية؟ ان انا مثلا المنتج عندي هيمشي على خطوط المكن، فكل مكنة من هنا ليها خط انتاجي بتعمله داخل المنتج، فبالتالي ان انا ايه، ان انا في الاخر هوصل في ايه، هوصل ان المنتج هيطلع لي ايه كامل، هيوصل للمنتج هيطلع لي كامل. يبقى انا كده وصلت ان المنتج في الاخر هيوصل لايد العميل حسب الخطة اللي انا حاططها لايه للتشغيل. نكمل مع بعض. علاقات تبادلية، وتمثل أشكال العلاقات الترابطية بحيث تتحرك فيها المنتجات الوسيطة للأمام والخلف بين الوحدات التنظيمية عدة مرات حتى يتم تسليم المنتج النهائي للعميل. يبقى أنا عندي هنا علاقات تجمعية، علاقات تبادلية، علاقات متتالية، هي دي بقول على اللي هي خطوات اللي بيمشي بيها المنتج علشان إيه، علشان يطلع في الآخر منتج كامل
ايه اقدر اوصله للايه للعميل. نكمل مع بعض. ويمكن ان توجد الانواع الثلاثه من العلاقات الترابطيه بين الوحدات التنظيميه بشكل متزامن. يعني انا العلاقات دي بتبقى مع بعض بتديني وحدات تنظيميه بشكل ايه بشكل متزامن مع بعضها. وتتاثر كفاءه وفعاليه العلاقات الترابطيه بمدى وفره المعلومات الوقتيه والملائمه اللازمه للمساعده على اتخاذ القرار. لازم يكون في واحد بيديهم تعليمات ويكون التعليمات دي ايه صحيحه ومفهومه لدى العمال عشان العمال يقدروا يطبقوا الايه الخطه التنفيذيه دي. يعني انا لما اجي ادي معلومات للعامل ادي له معلومات صحيحه وتكون واضحه ومفهومه بحيث ان هو يطبقها صح. لكن انا لو انا اديت معلومات بطريقه والعامل ما فهمهاش مش هيطلع لي الانتاج اللي انا ايه اللي انا طالبه منه. فبالتالي ان انا لازم يكون ايه يكون التعليمات اللي بديها تعليمات ايه صحيحه عشان ايه يقدر العامل من خلالها ينفذ الايه المنتج بتاعه. نكمل مع بعض. هناخد بقى ايه اسئله متنوعه. بقى نبدا في الاسئله المتنوعه. بيقول هنا بين فيما يلي ايهما العوامل الخارجيه وايهما العوامل الداخليه للتاثير على المصنع. طبعا هو مديني العوامل الاوليه، مديني العوامل هنا بيقول لي المواد الاوليه، التكنولوجيا، المعلومات، بيئه العمل، طرق اداء العمل، النظم الاداريه. طبعا انا هحدد من خلال الايه العوامل دي مين فيهم خارجيه ومين فيهم ايه داخليه. الطاقه الانتاجيه للمكان والمعدات، النظام السياسي والاقتصادي السائد في الدوله، العوامل الطبيعيه، المنافسه، القوى العامله، الترتيب الداخلي الجيد للمصنع. هنيجي بقى نشوف ايه هي بقى العوامل ايه الداخليه. اولا العوامل الداخليه المواد الاوليه، تكنولوجيا المعلومات، طرق اداء العمل، بيئة العمل، ظروف العمل داخل الوحدة الإنتاجية، الطاقة الإنتاجية للمكان والمعدات، النظام الإداري، الطاقة الإنتاجية للمكان والمعدات. احنا قلناها مرتين. نيجي بقى العوامل الخارجية، العوامل الطبيعية، الترتيب الداخلي الجيد للمصنع، الطاقة الإنتاجية للمكان، القوى العاملة، المنافسة، النظام السياسي والاقتصادي الزائد في الدولة. ده كده انا طلعت العوامل الداخليه وطلعت العوامل ايه الخارجيه. تمام. نيجي بقى ايه نشوف ايه نكمل بقيه الاسئله مع بعض، نشوفها مع بعض كده. ما هي مشكلات قياس انتاج العاملين مع شرح ثلاثه منها؟ ان هو بيقول لي ايه هي مشاكل قياس انتاج العاملين مع شرح ثلاثه، هشرح ثلاثه فقط. واحد، إن معدلات قياس الإنتاج لا تراعي أن بعض المصانع الكبرى تحوي أكثر من مرحلة إنتاجية، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد العاملين فيها. يعني أنا دلوقتي أنا زي اللي أنا قلته قبل كده إن المصنع عندي ممكن يشتغل خطين إنتاج بطلبيتين مختلفتين، فده طبعا أنا عشان أقيس القدرة بتاعت المصنع هنا بتبقى صعبة جدا، وخصوصا برضو ان هو ممكن المصنع يتأخر في تسليم الطلبية لان هو ايه مشغل خطين انتاج بايه بمنتجين مختلفين. ممكن يكون كمان العملاء عندي مختلفة، يعني ده عميل وده عميل، فانا صعب ان انا اقيس الايه المرحلة دي لان انا عندي خطين انتاج داخل المصنع، وممكن يكون سرعة الانتاج في المنتج الاولاني غير سرعة الانتاج في المنتج التاني. نكمل مع بعض. عند حساب عدد العاملين الذين اسهموا في انتاج وحدات انتاجيه معينه لا يحسب الوظائف ايه الخدميه. يعني انا ما بحسبش الناس اللي هم ايه مين الاداريين اللي عندي زي بتوع الصيانه والشراء ومراقبه الجوده واداره الافراد والحسابات والتخزين وبحوث السوق اللي انا بقول عليهم ايه عماله غير مباشره. طبعا والعماله الغير مباشره تكون ازيد من العماله المباشره. يعني العماله دول لو حسبتهم عليهم ازيد من العماله ايه المباشره الموجوده اللي هي بتقوم بالانتاج. عدم مراعاه اثر استخدام الاليه على انخفاض الجهد البشري، نفرض تساوي الجهد البشري وتساوي درجه الاليه المستخدمه احتمال بعيد. يعني دلوقتي انا عندي الات وعندي عمال،
فانا لو انا بشغال بعتمد على الاله فقط اللي هي الاله اللي شغاله بالكمبيوتر مش هتديني والاله اللي شغال عليها العامل بيبقى كفاءته اقل من كفاءه ايه الاله. لكن انا لازم اكون الاله والعامل، الاله بتساعد العامل في زياده الانتاج مش بتعطله. يعني انا دلوقتي لو الاله عندي بتاعه الكمبيوتر دي اتعطلت ايه بتاثر على ايه على الانتاج. فلازم ما اعتمدش على الاله اللي هي الكمبيوتر، لا لازم اكون معتمد على العامل اكتر من الاله، لان العامل هو اللي هيديني الانتاج بسرعه عن الاله، لان الاله ممكن تعطل فالانتاج ايه يقف. نكمل مع بعض. احتمال القريب هو زياده درجه الاليه ترفع من معدل الانتاج باقل جهد بشري، وفي حالة ضعف مستوى الآلية لا يكون العنصر البشري مسؤولا عن انخفاض الإنتاجية. يبقى أنا دلوقتي لما الآلة تتعطل ماشي العامل غير مسؤول لأن الآلة هي اللي شغالة، لكن أنا لو شغلت الاتنين مع بعض أنا كده المستفيد إن أنا الإنتاج بتاعي مش إيه مش هيتعطل، لازم يكون في خطين متوازيين شغالين مع بعض. نكمل مع بعض. النتائج تختلف إذا كان معدل الإنتاج محسوبا على أساس عدد العاملين أو على أساس عدد ساعات العمل بعد استبعاد الوقت الضائع بسبب الأجازات المختلفة خلال الفترة الزمنية. طبعا أنا بدي أجازات، بدي وقت، في وقت بيبقى ضايع في الفترة دي، ساعات الراحة اللي موجودة، كل ده بيأثر على إيه على معدل الإنتاج، فلازم يكون محسوب من ضمن إيه من ضمن خطة الإنتاج بتاعتي. عندما تختلف أسعار المنتجات من سنة لأخرى تظهر مشكلة في قياس الإنتاج الإنتاجية أو ساعات العمل على أساس قيمة الإنتاج. أنا هنا بيختلف طبعا الأسعار لازم تختلف لأن عندي المنتجات بتزيد، فلازم أكون حاسب ده مع في خلال التسعير السلع عندي. لازم يكون لو أنا سعرت السلع من الأول خالص قلت سعر السلع كذا وبعد كده حددت ان في زيادة زمنية بتحصل لي كل سنة مثلا 1% زيادة في الانتاج، بضرب السعر اللي انا محدداه في 1% فبيطلع لي الايه السعر المنتج اللي هبيعه في السنة دي. يبقى انا كده بالنسبة لي ايه مش هيأثر عندي ان انا مش كل سنة اقعد اعمل تحديد لسعر السلعة كل سنة، لا انا مش عايزة اعمل كده، انا عايزة احدد السعر ووقفه للسلعة واحسب ان انا هضيف مثلا 1% 2% كل سنة عشان اي سعر الخامات او الحاجة اللي زادت عندي. نرجع نكمل مع بعض. يمكن التغلب على تلك المشكلة عن طريق تثبيت الاسعار اللي احنا قلناها عند سنة الاساس حتى تكون المقارنة سهلة، ويتم ضرب سعر السنة الاساس في كمية الانتاج ويتم قياس الانتاجية. ماشي. عند قياس الإنتاجية يتم التركيز على كمية الإنتاج دون مراعاة مستويات جودة المنتج، وينبغي عند القياس مراعاة ذلك خاصة عند إجراء المقارنة من إيه من سنة إيه لأخرى. قد يتوفر أمام القائم بالقياس أكثر من وحدة لقياس الناتج، وعليه أن يختار أدقها وأنسبها لظروفه، فإن أفضل وحدة للقياس هي إيه الوزن. تفضل بعض المنظمات أن تحسب الإنتاجية على أساس إنتاجية العامل، هم عايزين يحسبوا إنتاجية العامل. بعض المنظمات الأخرى تحسبها على أساس إنتاجية ساعة العمل، وبينما تفضل بعض المنظمات الجمع بين الطريقتين. أنا دلوقتي لو حسبت إن أنا الساعة اللي بشتغل بيها هحسبها إن العامل بيشتغل قد إيه في الساعة، دي أفضل من إن أنا إيه أحسبه بالإيه ولا أفضل إن أنا أحسبه بالقطعة ان هو طلع لي كم قطعه في اليوم. لا انا ممكن احسب ان اقول ان انا عايزه من اطلبه من العامل ده يطلع لي 5 قطع في اليوم، والخمس قطع دول احسبهم كذا، يبقى انا بالتالي ان انا هجبر العامل ان هو يطلع لي 5 قطع في اليوم عشان ياخد اجره. لكن انا لو حسبته بالساعه او باليوم ان انا انت في اليوم هتاخد كذا من غير ما تطلع لي الانتاج المطلوب، ممكن ده يخسر المصنع. واحيانا المصنع بيجمع بين الاثنين، بيقول انا في اليوم هديك كذا بس انت مطلوب منك ان انت تطلع لي في المقابل ده تطلع لي ال5 قطع المطلوبه منك في ايه تنفيذه، او ممكن يشتغل ورديتين فيحسب له ان اليوم بايه ب2. نكمل مع بعض. ايه هي مواصفات عامل فني تريكو؟
طبعا احنا عشان نكمل مواصفات عامل فني التريكو، احنا كنا بنتكلم عن المشاكل اللي بتحصل داخل ايه، داخل المنظمة. فالمواصفات العامل الفني لازم يكون العامل ده ليه مواصفات معينة عشان يقدر يشتغل على المكن، وعشان اقدر اديله الانتاج بتاعه. فاحنا عشان هنكمل الحلقة الجاية ايه هي مواصفات عامل فني التريكو، ايه هي مواصفات عامل فني الملابس، المطلوب منه ايه، التوصيف الوظيفي بتاعه ايه، ده هناخده الحلقة القادمة ان شاء الله. اتمنى ليكم التوفيق والنجاح، وان احنا الاسئلة اللي كنا اديناها النهاردة تكون ايه، غطت جزء كبير من المنهج. واراكم الحلقة القادمة، وبالتوفيق والنجاح.